موضوع تقني يتعلق بفيسبوك، كلنا عارفين أنه الأزرق هو لونها الأساسي اللي تعودنا عليه خلال 15 سنة اللي أو 15 سنة اللي فاتوا تحديدا، بس الشركة بالأمس أعلنت عن تغييرها لجلدها أو لون شعارها، فبعد ما صار هناك أكثر من منصة وتطبيق ومنتجات أخرى بتنضم تحت راية فيسبوك، قامت الشركة الأمريكية بعمل تغييرات أسمتها بالطفيفة. هذه التغييرات بتهدف من خلال فيسبوك إلى تسليط الضوء عليها كعلامة تجارية وليس فقط كتطبيق اجتماعي، وسيصبح شعار الشركة الجديد بحروف كبيرة بشكل كامل بعد أن كان يأتي بحروف صغيرة باستثناء الحرف الأول. الجدير ذكره أنه هذا الشعار بدأ يظهر بالفعل في جميع التطبيقات التابعة لفيسبوك مثل إنستغرام. هذه التغييرات الطفيفة لفيسبوك سخر منها مؤسس تويتر جاك دورسي في تويتر عبر حسابه الرسمي، فكتب تويتر بالأحرف الإنجليزية الصغيرة باستثناء الحرف الأول، من ثم تويتر رجع كتب تويتر بالأحرف الإنجليزية الكبيرة، وهنا بيرمي كلامه لجارته فيسبوك وبيتمسخر من تغييراتها وشعارها الجديد بشكل غير مباشر. وبالطبع متابعي فهموا الرمية وربطوا الموضوع على طول بفيسبوك. وفي الوقت اللي استلم رئيس تويتر جاك دورسي فيسبوك ونزل فيهم تعليقات، يعني كان نائب رئيس قسم التصميم والبحث بتويتر دانتلي ديفيس بيعلن عن تغييرات وشيكة على المنصة الزرقاء. ديفيس عبر تغريدة أعطى رؤوس أقلام عن هذه التغييرات وقال إنه التعديلات الجديدة حتسمح للمستخدمين بالخروج من محادثة معينة، بالإضافة إلى خاصية عدم السماح للآخرين بإعادة تغريد تغريدة معينة، وكمان السماح للمستخدمين بالحصول على إذن عندما يمنشنهم شخص ما في تغريدة، وأيضا من الخيارات حذف المنشن من محادثة معينة، وأخيرا القيام بتغريد شيء معين فقط في هاشتاج معين أو لقائمة اهتمامات معينة أو لأصدقاء معينين. الجدير ذكروا أنه هذه التعديلات اللي تكلم عنها ديفيس لا تزال موجودة حروف في تغريدة أو حبر على ورق، فليس من الواضح ما إذا كانت فعلا ستجري بالفعل، لكن ديفيس قال أنه بيطمح لها بحلول 2020.